حبايبي طلبة وطلبات الصف الثالث الإعدادي، أهلا بيكم مرة تانية في الامتحان السادس وهو محافظة الغربية. بس قبل كل شيء يلا صلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يلا نبدأ الامتحان السادس، والامتحان ده بتاع محافظة الغربية امتحانات 2020، وده في كتاب جيم. وطبعا المحافظات دي بنلاقيها في كل الكتب. تعال نشوف ديالوج كده بين رنا اند نهى. رنا and Noha are talking about دكتور مشرفة. طبعا لازم اقرا رأي السؤال كويس جدا، لان رأي السؤال بيعرفني انا هتكلم عن مين او انا هتكلم عن ايه، وساعات بلاقي فيه اجابات انا محتاجتها. رنا بتقول لنهى هاي نهى what are you doing، وانت بتعملي ايه؟ فقالت لها I'm reading an interesting article. فبتقول لها انا بقرا مقاله شيقه. فسالتها سؤال قالت لها it's about دكتور مصطفى مشرفه، ده عن الدكتور مصطفى مشرفة، a famous Egyptian scientist of the 20th century، وده عالم مشهور من علماء القرن العشرين. فسألتها سؤال قالت لها he was able to work out some really difficult problems in math and science، كان قادر ان هو يحل بعض المسائل الصعبة جدا في الرياضيات والعلوم. فلما سألتها بعد كده قالت لها what else does the article say، بتقول لها هي المقالة بتقول ايه كمان. يبقى إذن أكيد سألتها السؤال ده قبل كده طالما قالت لها what else. فتلاقيت says بتقول he was the first Egyptian to become a doctor of science. Do you think he was smart؟ هل تعتقد إن هو كان ذكي؟ فردت عليها قالت لها I think we should do our best to be like him. المفروض إن إحنا نبذل قصارى جهدنا عشان نبقى شكله. طب تعال نشوف كده من الأول تاني. Hi Noha, what are you doing؟ قالت لها I'm reading an interesting article. فأكيد هتقول لها يا عمين. هتقول لها what، فعل المساعد بتاعي تحت is، so what is it about، يعني هي عن ايه. فقالت لها it's about دكتور مصطفى مشرفة a famous Egyptian scientist of the 20th century. فسألتها سؤالت لها he was، وبدأت تسرد لها احداث بتقولها المقالة. فأكيد هتقول لها هي المقالة بتقول ايه، ودليل على كده انها تحت كمان قالت لها هي بتقول ايه كمان. فإذا هتسأل نفس السؤال اللي تحت بس من غير كلمة else، يعني هتقول لها what does it say، يعني هي بتقول ايه. طيب قالت لها it says، لما قالت لها what else does the article say، قالت لها it says he was the first Egyptian to become a doctor of science. تقول لها do you think he was smart، يعني هل تعتقد ان هو كان ذكي؟ فهتقول لها yes of course، يعني نعم بالايه بالطبع أو sure بالتأكيد. فبتقول لها I think we should do our best to be like him. طبعا هنا واحدة بتديني رأيها، يبقى أكيد أنا أتفق مع رأيها ولا أتفق. طبعا هنا هي بتقول كلام مظبوط جدا، نحن يجب أن احنا نبذل قصارى جهدنا عشان نبقى شكله. فحول لها you're right، يعني you're right يعني أنت على صواب. تاني you're right يعني أنت على صواب. تعال نشوف، will you accept your friend's invitation، يعني قبلت دعوة زميلك to his or her wedding party، لحفل زفافها. هقول لها I'd love to come. تاني I'd love to come. The next advise your friend not to spend much time watching TV. طبعا النصيحة هنا أكيد هتبقى بشغل، لأن بنصح أنه ما يقضيش وقت كتير قدام التلفزيون. يبقى هقول you shouldn't spend much time watching TV. The next, although you lost the game، برغم انك خسرت المباراة، you congratulate your opponent، طبعا بتهني صديقك. اكيد هقول له congratulations. Congratulations يعني تهانينا. Or well done. Well done يعني أحسنت. تعال نشوف القطعة معانا. Well, many famous people were amazing when they were children. بعض الناس كانت مدهشة لما كانوا أطفال. موزارت، وده موسيقار، he was able to play music، يعني كان قادر إن هو يلعب موسيقى when he was 3 and could write music when he was 5، يعني كان بيلعب موسيقى وعنده 3 سنين، وكمان كان بيألف موسيقى وهو عنده 5 سنين. جوديت بولجر is a great chess player، دي لعبة شطرنج عظيمة. She was able to win chess games against some adults when she was 12 years old،
يعني وعندها 12 سنة كانت بتكسب مباريات قدام ناس كبار وبالغين. And she won chess competitions when she was 15. وكسبت مسابقات وهي عندها 15 سنة. Carl Benz went to university to study to be an engineer. يعني راح الجامعة عشان يكون مهندس when he was 15 وعنده 15 سنة. And he later invented the car. وبعد كده اخترع السيارة. And the great scientist Marie Curie taught herself to read Russian and French when she was 4. يعني علمت نفسها ان هي تقرا روسي وكمان فرنسي وهي عندها 4 سنين. She could also help her older brothers and sisters with their math homework. وكانت بتساعد كمان اخواتها الاكبر منها سواء الصبيان او البنات في واجبات الرياضيات. However, مع ذلك some people who do amazing things when they are children become ordinary adults. بقول لي في ناس بتعمل حاجات مدهشة جدا وهم صغيرين بس لما بيكبروا بيبقوا عاديين ordinary عاديين. Not all of them are able to become famous. مش كلهم بيكونوا قادرين ان هم يبقوا مشهورين. طيب السؤال الاول بيقول لي why did Carl Benz go to university؟ ليه Carl Benz راح الجامعة؟ طبعا هنا هقول to study عشان يدرس to be an engineer طبعا عشان يكون مهندس. Number two بيقول لي who taught Mary Curie to read Russian and French؟ طبعا شكل ما شفنا في القطعة she taught herself يعني هي اللي علمت نفسها. Number three, Bully, why do you think that many amazing children are not able to become famous when they grow up? ليه بعض الأطفال ما بيصبحوش مشهورين لما يكبروا؟ أكيد they have many difficulties. أكيد بيقابلوا صعوبات كتير. Okay, number four, Bully, the word ordinary means, كلمة ordinary معناها إيه؟ طبعاً ordinary معناها عادي يعني not special, not special. The next, the underlined word they refers to, طبعاً they اللي كانت في القطعة عايدة على الفيموس people يعني على الناس المشهورين. تعال نشوف القصة بتاعتنا. بقولي Black Beauty's mother يعني أم بلاك بيوتي. طبعا أم بلاك بيوتي advised him not to kick or bite, كانت دايماً بتنصحه إن هو ولا يعض ولا يرفس. جينجر, طب جينجر دي اللي هي الفرصة اللي كانت حزينة مالها. had a difficult past يعني كان ليها ماضي سيء. جو جرين, وان جو جرين ده كان الهيلبر بتاع جون مالي ماله. was a younger helper يعني كان مساعد صغير السن. number four, بقول the rider in the stable, طبعا قائد الحصان اللي دخل الاستابل ماله. smoked cigarette and caused the fire, هو اللي دخن سيجارة وسبب النار. تعال نشوف number one, بقول what do you think people should do with the horse that bite or kick, المفروض يعملوا ايه مع الحصنة اللي هي بتعض وترفس؟ طبعا شكل ما قلنا قبل كده ان they should be kind to them, المفروض يكونوا طيبين معاهم. Number two, بقولي do you think that Merrylegs was wrong to throw that older boys off his back, وانا هو كان مخطئ, هل تعتقد هو كان مخطئ؟ طبعا احنا قلنا قبل كده دي براحتك بس الافضل ان انا اقول no because he wanted to teach them a lesson. What was the lesson? ايه هو الدرس؟ That horses are not machines. ان طبعا الخيول مش ماكينات ولا آلات. تعال نشوف التشويس بتاعتنا. بيقول The museum is near our school is always busy in the afternoon. طبعا هنا الميوزيوم ماله حبايبي؟ مكان, بس قلنا طالما مكان بس اللي جاي بعده فعل مستحيل اجيب where ابدا. يبقى لازم اقول هنا which. Which is near our school. حد يقول لي ما خدش where ليه؟ اقول له where ما ينفعش يجي وراها verb, ما ينفعش يجي وراها فعل. اللي بعدها عليها is my age, she lives in the flat next to mine. طبعا عايشة في الشقة اللي جنبي يبقى اكيد she's my neighbor. My neighbor يعني جار. اللي بعدها number three بيقول لي the sheep was ill يعني الغنمة دي او الخروف ده كان عيان. So they took it to see a vet. طبعا اللي هيكشف عليه اكيد طبيب بيطري. Students usually stay in a cheap youth A when they visit the city. طبعا اسمه youth hostel اللي هو نزل الشباب.
Number five, well, there are eight A's that go around the sun. طبعا اللي بدور حوالين الشمس eight planets. قلنا planets أحبابي اللي هي الكواكب. Number six, well, the man has a very loud A. I can hear him from across the road. طبعا هنا أكيد very loud voice. قلنا voice أحبابي له صوت الإنسان. طب تعال نشوف الرأي كده معنا. Well, not many people like historical novels. مش ناس كتير بتحب القصص التاريخية أو الروايات التاريخية. طبعا هنا بقول استعمل فيو، يعني فيو قليل. طب ما هي فيو بتساوي not many، يبقى كل اللي أنا هعمله هشيل not many وحط مكانها فيو، فهقول few people like historical novels، يعني ناس قليلة اللي بتحب القصص أو الروايات التاريخية. تعال نشوف نمبر 2. بقول I couldn't find the glasses that you lost، يعني مش لاقي النظارة اللي انت فقدتها. طبعا هنا بقول استعمل able، وقلت يا حبيبي عشان استعمل able مكان could لازم اجيب قبلها was or where وبعدها to. طب بس هنا منفية، يبقى عادي خالص هجيبها منفية، فقول I wasn't able to find the glasses that you lost. The next, it's necessary for her to finish the project on time. يعني من الضروري ان هي تخلص المشروع بتاعها في الموعد. بيقول لي ابدا بشيء، طبعا عشان ابدا بشيء يبقى لازم اشيل necessary واجيب يا must يا اما has to. فاذا هبدا بشيء عادي خالص، لما حد يقول لي شيء دي جايه منين؟ هقول له جايه من her، فاقول له شيء. طبعا اللي هجيب has to عادي جدا هو she has to or she must، واجيب وراهم المصدر يبقى finish. So she has to or she must finish the project on time. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe, and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا عشان تتابع معانا فعل الجرس، وكمان اشترك في القناة لو ما كنتش لسه اشتركت عشان تكمل معانا باقي اختبارات السنة اللي فاتت ان شاء الله. اوعى تنسى صلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Goodbye. السلام عليكم.